موجه نداء لكل واحد شريف بسوريا بالمنطقة الشرقية بكل منطقة بسوريا، لكل رجل شريف، لكل رجل شريف، لكل قيادي شريف عنده سلاح، عنده ذخيرة، يهب للمنطقة الجنوبية، لرشدة أهلكم بالمنطقة الجنوبية، راحة شبابنا، راحة بلادنا، راحة أهلينا، كله راح. هبوا لرشدة أهلكم بالمنطقة الجنوبية، صفية النساء، صفية الأطفال، الأطفال والنساء بيخاف تنتهك أعراضهم. يا أخواتي، يا أهلي، يا شبابنا في كل مكان، هبوا لنجدتنا، نناشد كل شاب شريف، كل أخ شريف، كل صاحب شهامة، يهبوا لنجدة أهل المنطقة الجنوبية، هبوا لنجدتنا 600,000 نسمة، 600,000 نسمة صبرنا على الجوع، صبرنا على المرض، سنة صابرين على الجوع وعلى المرض، ولكن على أعراضنا هذا حرام. يجوا الكلاب النجوس ينتهكوا أعراضنا، هذا لا يجوز. ولا ترضوه أنتم يا أخواتي يا أهلي في كل مكان، هبوا لنجدتنا، هبوا لنجدتنا. الله لا يسامح كل واحد عنده ذخيرة، عنده همة، عنده شهامة ورجولة ما بيجي لنجدتنا. الله يجبر خاطركم، هبوا لنجدتنا، كل مين عنده ذرة شرف ونخوة ورجولة هبوا لنجدتنا، كله صبرنا عليه إلا انتهاك الأعراض يا أخواتي. الله لا يقدر يجوا ينتهكوا أعراضنا، الله لا يقدر أبنان النجوس الكلاب يفوتوا على بيوتنا، يفوتوا ينتهكوا أعراض نسائنا، صفية الأطفال والنساء. صبرنا على الشهداء، صبرنا على موت الأطفال، كله صبرنا عليه، ولكن انتهاك الأعراض. يا جبهة النصرة، يا جيش الإسلام، يا أخواتنا، كل واحد عنده ذرة شهامة ورجولة يهب لنجدتنا، كل واحد عنده ذرة شهامة ورجولة يهب لنجدتنا لإنقاذ هذه الأطفال وهذه النساء خوفا من انتهاك الأعراض. كلياتنا راحت بلادنا، راحت أموالنا، راحت شبابنا، صابرين عليه إلا انتهاك الأعراض. هبوا لنجدتنا يا رجال الله، حسبنا الله ونعم الوكيل.